السلام عليكم، انا سميح رئيس القائمه الحزب الوطن العتيد، شعارنا الورده ورقم 3. انا نحب نوجه كلامي للمراه اللي تم تهميشها، المراه اللي تم اقصائها، ونقولها راه جاي الوقت باش تتكلم، جاي الوقت انه انت باش تدافع على حقك، باش تقول لهم راني موجوده، باش تعمل ضجه، باش تعبر وتقول لهم راني انا انسانه نفكر وانسانه نعرف نخلق ونعرف نبدع. انا زاد عندي الحق في تونس كامراه تونسيه وكمواطنه تونسيه نبني فيها ونأسس فيها. حزبنا يحتاج لدعمكم انه انتم تمنوا بالمراه، انه تصدقوا انه المراه تنجم تكون فاعله وفعاله، انه دور المراه ما يقتصرش على دارها وتربيه اولادها وتتلهى طيب وتنظف الدار وتسمع كلام راجلها كهو، انه المراه كي تخرج وتخدم وتحاول توفق بين دارها وصغارها وبين خدمتها انه تعمل في مجهود كبير. حبوا انه مجهود المراه يكون مقدر، انه تقدروا المراه، انه احنا حزبنا عنده طموح انه يحمي المراه ويساندها ويعمل برامج تدعم المراه طريقة انه المراه تكون روحها وتثبت ذاتها في الوطن وتثبت ذاتها وتكون مخلصه لوطنها وتكون مخلصه لعملها. حبوا المراه يكون صوتها مسموع في اتخاذ قرار انه يجيو يتخذوا يشاوروا المراه، ما عادش نحبوا انه المراه عنصر ثانوي، ما يجيش انه احنا في بلد يعني ديمقراطي ونخموا انه المراه لازمها تكون في بلاصه في دارها مقصيه على برشا حاجات، ما تدخلش في الحياه السياسيه، ما تدخلش في برشا ميادين، ما يقتصر دورها جيست على تربيه صغار ولا انه هي عنصر غير فاعل اصلا، خاطر برشا ناس يشوفوا فينا انه احنا عنصر غير فاعل. احنا لا، احنا نحبوا نعملوا برامج، نحبوا نحميو الفئات الكل، نحبوا نخلقوا مواطن شغل الامهات العازبات باش يعيشوا عيشه كريمه ويصرفوا على رواحهم ويعملوا على رواحهم. نحبوا انه المراه تاخذ استقلاليتها، ما يجيش انه مراه تحب تسافر هي ولدها يلزمها موافقه مكتوبه من عند رجلها باش توصل تغادر ارض الوطن مع اولادها. احنا نحبوا نشوفوا وندعموا المراه الريفيه اللي تتعب وتشقى وتخدم. نحبوا احنا الحق انه المساواه في الحق، المرأة تخدم وتتعب وتشقى بعد تاخو شطر الحق، حتى في الميراث انه يقولون لازم المرأة شطر الحق. انا اخواتي التونسيات والمواطنات نحتاج لدعمكم في حزبنا، حزب الوطن العتيد، بشعار الوردة رقم 3.